أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين في كل مكان. نلتقي اليوم مع الروائية العربية سناء أبو شرار، والتي صدر لها مؤخرا رواية بعنوان قصة حلم، الصادرة عن دار المعارف بالقاهرة. نلتقي بها اليوم لكي تحدثنا عن هذه الرواية وأهم أحداثها، و متى كتبت تلك الرواية. هي الرواية الآن صدرت الطبعة الأولى 2019، متى كتبت ومتى انتهت منها. الرواية تعد رقم كام في مسيرة الروائية سناء أبو شرار الروائية؟ فرصة نلقي عليها كل هذه الأسئلة في هذا اللقاء الإذاعي ونعطي لها الكلمة. أسعد الله أوقاتكم أيها السادة المستمعين، وأتوجه بالشكر إلى حضرة المهندس الفاضل محمود الهايشة، مع شكري الخاص له لما يبذله من جهود للرقي بالحياة الثقافية في مصر وعلى صعيد الوطن العربي أيضا. أما بخصوص روايتي الصادرة عن دار المعارف المصرية قصة حلم، فإن هذه الرواية هي الرواية 13 لي، عدا عن 3 كتب أخرى مقالات ومجموعتين من القصص القصيرة. بخصوص هذه الرواية، لقد كتبتها قبل 2 سنين وانتهيت منها قبل 1.5 سنة، إلى أن تمكنت من نشرها في هذا التوقيت. أما عن موضوع الرواية، فإن الرواية تتحدث عن امرأة من نوع خاص، وهي امرأة انتهجت النهج تقريبا الصوفي السوية مرت بها، وجزء من هذه الرواية خيالي وجزء الآخر فعلا حقيقي، لأنني قابلت هذا النوع النادر من النساء. الرواية تتحدث عن امرأة عاشت طفولة سعيدة وتابعت حياتها بشكل تقليدي، بزواج ثم بطفلة جميلة، وتتوالى الأحداث إلى أن يقتل زوجها وتتدمر حياتها الزوجية السعيدة، وتتهم هي بقتله، وتمكث في السجن لسنوات إلى أن تظهر براءتها فيتم الإفراج عنها. ولدى خروجها من السجن لا تجد أي أحد من أفراد عائلتها، فوالدتها وأختها سافرتا لأمريكا، وتكتشف بأن أخيها الوحيد في فرنسا قد مات منتحرا. أما طفلتها فقد أخذتها أسرة زوجها ولا تعلم أين هي. ليس فصول، لأنها في النهاية أدركت بأن الحياة محطات لا فصول. فنحن ننتقل من محطة إلى أخرى، ونعتقد بأن فصول الحياة أبدية ولكنها عبارة عن محطات، إلى أن نصل إلى المحطة الأخيرة. وفي مرحلة في تلك المرحلة من حياتها لدى خروجها من السجن، وفي لحظة فقدها لكل شيء، أدركت بعمق أن هذا الفقدان يشبه امتلاك كل شيء، لأنه لا تظهر لنا القيمة الحقيقية للأشياء إلا بفقدها. لذلك يشبه الفقد الامتلاك. فقد يمتلك الإنسان اليوم ماديا كل شيء ويخسر غدا كل شيء، ولكن الإدراك لقيمة الأشياء هو واحد. محور الرواية هو هذا الصراع بين أن نفقد كل شيء وألا نفقد ذواتنا وقيمة الوجود. وفي أشد مراحل حياتها صعوبة، وأمام جميع الأبواب المغلقة، يبقى بابا واحدا مفتوحا، وهو باب لا يغلقه الله تعالى أبدا في وجه عباده، وهو باب الرحمة. تدخل إلى ذلك الباب وتجد عالما من الرحمة والسكينة والصبر، وتبدأ بإيجاد ذاتها المفقودة، وتدرك أن قيمة الوجود ليس ما تمتلكه أجسادنا، بل ما تمتلكه أرواحنا. فتبدأ رحلتها الروحانية الصوفية تجاه الإيمان، تتغير أفكارها ومشاعرها، ويدفعها الإيمان إلى اليقين بأنها ستجد ابنتها وتسترجع عائلتها، ولا تنسحب من المجتمع أو من الحياة بسبب إيمانها العميق. بإيجاد خط في حياتها
وتكمل دراستها بإصرار وبتصميم. هدف هذه الرواية ليس تنسيق الأحداث وجعلها جذابة، فجميع الروايات هذا هو هدفها. الهدف الأساسي من الرواية هو تقديم نموذج لإنسانة استطاعت أن تمزج بين عالم مادي وروحاني عميق، وأن تدرك أن من يعيش العالم المادي فقط لن يجد سعادته، ومن يعيش العالم الروحاني فقط لن يستطيع العيش في واقع الحياة. فالقدرة على العيش باتزان وانسجام بين الروح والمادة هو محور هذه الرواية. والعديد من مشاكلنا المادية والنفسية ناجم عن انعدام هذا التوازن، لأن الإنسان حين يفقد كل شيء مادي يفقد توازنه في الحياة، لأنه يفتقد إلى الثروة الروحية. فإن كان يمتلك ثروة روحية يستطيع أن يستجمع ذاته ويعيد بناء ما فقده مهما طالت المعاناة. والإنسان الذي يعيش الحالة الروحية فقط يفقد كرامته، لأنه لابد أن يكون لديه مادة توفر له العيش الكريم. وهذا التوازن يبدو مفقود في عالم لا يتحدث ولا يحترم ولا يقدر إلا المادة. لذلك يبدو أن الإفلاس الحقيقي في الحياة هو الإفلاس الروحي لا المادي. فالمادة تأتي اليوم وقد تغيب غدا، ولكن الثراء الروحي لا يغيب ولا يمكن فقده، لأن الثراء الروحي فقط هو من ينقذنا من إفلاسنا المادي، وهو ما يساعدنا على الصبر والتحمل. وهذا الثراء المادي لا يمكن الحصول عليه إلا بالإيمان العميق الصادق وبالحب الشفاف لله تعالى. فإن اتجهت كينونة الإنسان بكاملها إلى الله تعالى توازنت كل أمور حياته وانسجمت، لأن الحكمة الإلهية تنير قلبه ودربه. وهذه الرواية تتحدث عن رحلة روح لإنسانة سجنت وتألمت ثم وجدت سكينتها باللجوء إلى الله تعالى دون غيره. ولا يكفي أن نقوم بالعبادات لنصل إلى هذا المستوى من الرقي الإنساني، بل لابد من رابط روحاني شفاف يربطنا بالله تعالى، وأنه هو على بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، وحتى أحلامنا البعيدة وشبه المستحيلة يمكن أن تتحقق بالإيمان واليقين. وبالنهاية أتوجه إلى الشكر العميق للمهندس الفاضل محمود الهايشة، هذا الإنسان الراقي الذي يدرك لأي إنسان لديه ما يقدمه من الأدب ومن الفكر. وأتمنى للجميع حياة هادئة مستقرة، وأتمنى الخير للأمة الإسلامية والعربية جمعاء. وفي نهاية هذا اللقاء نشكر الأديبة والروائية سناء أبو شرار على هذا اللقاء الإذاعي الشيق، وعن حديثها عن روايتها التي صدرت مؤخرا، قصة حلم الصادرة عن دار المعارف بالقاهرة. إلى أن نلتقي معها إن شاء الله في مرات ومرات لكي تحدثنا عن مشوارها الأدبي وعن كتاباتها الروائية السابقة وعن مشاريعها الروائية القادمة بإذن الله تعالى. ألقاكم على خير، في أمان الله وحفظه.